ولكن اللي اكيد واللي كان مؤكد ان اللي هيحصل على لقب الدوري هيلعب مع فريق من جنوب السودان، فريق اطلع بره. اطلع بره في التقرير اللي جاي نقرب منه شويه. اتضحت ملامح طريق الفرق المصرية في البطولات الأفريقية في الموسم المقبل والذي سينطلق في أغسطس القادم لأول مرة في تاريخ المسابقات الأفريقية أسوة بالمسابقات الأوروبية، بعد أن قام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بتعديل مواعيد بطولات الأندية بعد تكرار الشكوى من أكثر من ناد. وتلقى الجمهور المصري خبرا غريبا بعد أن أسفرت قرعة دوري أبطال أفريقيا عن مواجهة تاريخية للكرة المصرية مع فريق اطلع برا. فريق اطلع برا بطل جنوب السودان والذي أثار اسمه العديد من علامات الدهشة بين جماهير ومتابعي الكرة المصرية، خاصة أنه سيواجه بطل الدوري الذي سيتحدد بعد أيام قليلة. وقبل الحديث عن فريق اطلع برا وسرد تاريخه البسيط في عالم كرة القدم في القارة السمراء، تقدر الإشارة بأن المواجهة التي ستجمع بين بطل الدوري الممتاز وفريق اطلع برا هي مواجهة تاريخية بكل المقاييس، كونها أول مباراة ستجمع بين الكرة المصرية ونظيرتها في جنوب السودان، حيث لم يسبق أن واجهت مصر على صعيد الأندية أو المنتخبات أي فريق من دولة جنوب السودان الوليدة، والتي أسست عام 2011 للمرة الأولى باعتراف رسمي عالمي عقب الاستفتاء الذي أجرته الحكومة السودانية لتنال استقلالها عن دولة السودان. هذا وقد أسس نادي اطلع برا عام 2013 مع بداية النشاط الكروي في جنوب السودان، ونجح في تحقيق لقب الدوري في جنوب السودان لثلاث مرات أعوام 2013 و2015 و2019، وشارك من قبل في دوري أبطال أفريقيا في نسخة عام 2014 وودعها من الأدوار التمهيدية على يد بيريكوم تشيلسي من غانا بعد الخسارة بهدفين مقابل لا شيء. كما ظهر نادي نفسه في بطولة كأس الاتحاد الأفريقي نسخة 2015 وودعها أيضا من الأدوار التمهيدية. وترجع تسمية النادي إلى حي اطلع برا، وهو حي شعبي في جنوب السودان، حيث أطلق هذا الاسم على المنطقة التي تعرضت لأكثر من مرة سابقا لمداهمات جنود الجيش السوداني، وكانوا يطالبون سكان الحي حينها بالخروج من منازلهم تهديدا بالسلاح قائلين لهم اطلع برا، وذلك في وقت الصراع بين السودان وجنوبه بسبب فكرة الانفصال، حتى نجحوا في ذلك عام 2011. مواجهة تاريخية تنتظر الكرة المصرية مع فريق صاحب اسم ولقب لا تألفه جماهير الكرة في مصر، فهل يصبح اطلع برا هو خطوة البداية للقب مصري جديد على صعيد الأندية الأفريقية